صباح الخير وصباح الذهب وصباح الفرحة على كل المصريين في كل مكان من مدينة العلمين الجديدة. الحقيقة ان الشعب المصري ده شعب حلو قوي قوي، خصوصا بقى لما يدعم اي حد بيمثل مصر في اي مكان. وبما اننا بنتكلم بقى عن الرياضة، ايا كانت اللعبة وايا كان الشخص، المهم ان يكون بيمثل مصر. امبارح كان يوم حلو جدا جدا جدا، ابطالنا واولادنا احمد الجندي وساره سمير. احمد الجندي طبعا حصد على الميداليه الذهبيه، وساره سمير حصدت على الميداليه الفضيه في رفع الاثقال، واحمد الجندي طبعا في الخماسي الحديث. كلنا فرحنا وكلنا كنا وراهم وكلنا كنا بندعمهم، واليوم بالنسبه لنا كان حلو جدا جدا جدا. يمكن لقطات تاريخيه امبارح عشناها في الاولمبيكس او في الاولمبياد. فكره انه النشيد المصري، النشيد الوطني المصري بيتعزف في اكبر حدث رياضي تاريخي واهم حدث في العالم، والعالم كله بيتفرج عليه، وده طبعا يعني بسبب ابننا احمد الجندي وحصده ليه الميداليه الذهبيه في الخماسي الحديث. عايزه اقول بس لحضراتكم، الخماسي الحديث دي من اصعب اللعبات، هو مش بس حصد ميداليه ذهبيه، لا ده يمكن حقق ارقام قياسيه جديده. وزي ما احنا شفنا كل الناس كانت بتدعمهم، كل الناس كانت متابعه لحظه بلحظه اللي بيحصل امبارح، وكأننا كلنا بنتفرج على ماتشات كورة، رغم ان كتير مننا ممكن ما يبقاش عارف تفاصيل كتير عن اللعبتين، ولكن كنا فرحانين جدا بيهم وكنا فخورين جدا بيهم وكنا كلنا بندعمهم ومبسوطين جدا جدا بالأرقام وباللي قدروا يحققوه. والحقيقة انه انا دايما بقول انه المصريين بيفرحوا جدا لبعض وبيفرحوا جدا لاي حاجه فيها او ليها علاقه باننا نرفع اسم مصر وباننا نكون ورا البلد دي دايما، ايا كانت بقى ايه الحاجه دي. المهم انه في حد بيمثلنا في مكان، لقطه تاريخيه وحدث تاريخي. والحقيقه انه احمد الجندي حقق كمان حاجه تاريخيه لمصر في الاولمبيكس امبارح بحصده ليه الميداليه الذهبيه. حان وفي دعوة دايما بكررها، يمكن ربنا دايما يرفع اسم مصر، وربنا دايما يحمي ولادها، ويا رب البلد دي دايما تكون أحسن بلد في العالم، نستحق ده، ونتمنى ان احنا نشوف أكتر وأكتر من البطولات لولادنا في كل مكان، ونتمنى نفرح تاني قريب زي الفرحة اللي فرحناها امبارح بولادنا في الأولمبيكس، أحمد الجندي وسارة سمير بالذهب والفضة. يعني فرحتونا، ويا رب دايما يعني نكون ورا ابطالنا في كل حاجه، واي حد بيمثل مصر دايما نكون دعم وسند ليه.